طبعا في البداية خلينا نشوف هذا التقرير اللي حضره لنا زميلنا علاء الحديدي، ومن بعدها نرجع لكم. نحو مشهد أكثر تعقيدا وضبابية يتجه مصير بيع الدولار في العراق، صعود متتال في الأرقام وضمور في المواقف لضبط إيقاع سعر البيع غير المنتظم منذ إعلان الخزانة الأمريكية عقوباتها على المصارف المخالفة. لم ينتهي هنا كل شيء، بل تشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى هزة محتملة للقطاع المالي وشح الدولار في الأسواق بعد توقعات لتكرار العقوبات على 10 مصارف أخرى خلال الأيام القادمة. التخلي عن الدولار والاتجاه لعملات أخرى في التعاملات الخارجية من بين الحلول التي يقترحها نواب لمواجهة الأزمة التي على ما يبدو أن أمدها سيطول. الآن أيضا إذا ما اتجهت الحكومة العراقية أنها اتفقت مع دول العالم بالتعامل بالعملات، سواء كانت عملة الدينار العراقي أو كانت هذه العملة التي يعتمدها البلد الآخر، أو المقايضة أيضا بالنفط والسلع العراقية مقابل السلع الأجنبية، بالتالي سيخفف من وطأة سعر صرف الدولار وتحويل الدولار والتعامل بالدولار ما بيننا وما بين هذه الدول. وبعيدا عن الخوض بالتوقيت والأهداف الحقيقية للعقوبات الأمريكية، لكنها أتت وفق أسباب واقعية، وهي عدم التزام بعض المصارف بتعليمات وسياسة البنك المركزي، الذي قد يجد نفسه في مواجهة أمام وضع جديد يفرض عليه سياسة حازمة بالتعامل مع المخالفين للسيطرة على سعر العملة الأجنبية داخليا وفق خبراء الاقتصاد. لن تستحي ففعل ما شئت، يعني هذه المصارف إذا عليها ناس كبار وناس خلينا نسميهم حيتان، هؤلاء لم يلتزموا بقرار البنك المركزي، وإنما احنا نحتاج حقيقة إلى قرار سياسي. نحن نحتاج إما نحتاج إلى صرامة في تطبيق هذا القرار، نحتاج إلى قوة يعني قوة حكومة وتطبيق القانون بشكل يعني خلينا نقول قوي حتى ممكن أن تلتزم بالمصارف. وإذا ما استمرت الإجراءات العقابية الأمريكية، فمن المتوقع أن تتقلص نوافذ ضخ الدولار للحاجة الداخلية، وهذا ما سيسبب العودة لمشهد الإرباك والركود الاقتصادي الذي ذاق السوق معاناته وما زالت آثاره شاخصة عليه. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.